الله أكبر الله أكبر. مرحبا شباب، معنا شوان. عيد مبارك، كل عام بخير وبصحة وسلامة وعافية. اليوم عيد الأضحى المبارك 2021. طبعا اليوم بنروح نصلي في حديقة السفتون بارك. بالعادة الصلاة تكون احنا هنا بمدينة ليفربول، دائما الجو غائم ومطر، فنصلي في المسجد، لكن المرة هذه الجو صح فحنصلي في حديقة السفتون بارك، فإن شاء الله يكون عدد كبير. فمثل ما قلت لكم، يعني اليوم بالعادة نصلي في المسجد 3-4 صلوات للعيد، لأن المسجد ما يتحمل إلا 3000 إلى 4000 تقريبا، 3500 مصلي، لكن اليوم فنصلي أوقات 3-4 صلوات. لكن المرة هذه كنا حنصلي مرة واحدة، فإن شاء الله يكون عدد كبير. أعتقد أنه حيتجاوز 15 إلى 20 ألف، أعتقد إن شاء الله. هحاول أصور لكم، أصور بالدرون. أنا مريت أوريدي مكان الصلاة وشفت الشرطة ملياف، مش عارف إذا أصور لكم بالدرون ولا لا، لكن إن شاء الله أقدر. تابعونا واشتركوا في القناة. عيد مبارك مرة ثانية. عيد مبارك بويز. من معايا هنا لؤي؟ هاي. ها؟ عيد مبارك؟ عيد مبارك. سيف؟ عيد مبارك. عصام؟ عيد مبارك. يا عبد الله؟ معنا عبد الله كمان هنا. عيد مبارك، كل عام بخير. فالآن حنمشي الآن، حنوريكم الناس وكيف رايحين وهم ماشيين يصلوا. طبعا وقفنا مكان بعيد طبعا، لانه صعب انك تبركن صعب انك تحصل موقف. اوكي، يعني حاسب. طبعا شوفوا السيارات كيف. طبعا بالعادة الشارع هذا فاضي يعني يكون، لكن شوفوا زحمة السيارات، الناس جايين يصلوا صلاة العيد. هنا في لوحة مكتوب فيها عيد وسهمي هناك. أعتقد بدأنا نسمع التكبيرات العيد من هنا، حاطين ميكروفونات. شوف ما شاء الله عدد السيارات كيف، هذه السيارات كيف. وهذه المساحة اللي اختاروها انه نصلي فيها صلاة العيد، صلاة عيد الأضحى 2021. يعني مبارك العام خير. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله. Use the donations correctly. And for you, all you need to know is that you gave it for the sake of Allah and your reward is with Allah. May I ask the volunteers, inshallah, to walk up and down and to accept the donations from anybody who wishes to donate. So my brothers and sisters, on a day like this, on a day of Eid, a day of joy, فيما يمس العقائد المسائل العقائدية، هل التقى
ارتقينا هنمن كل اجتهاد والحصيلة العلمية أم أننا ارتقينا بالعلم فأصبحنا كعلماء المالكية عيد مبارك برضه والشافعية والحنبلية أم أنه نزل علينا وحي من السماء يفتح لنا قلوب الله ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم في الألفة والاتحاد عباد الله تسمو الأرواح إلى عالم الأفراح وترى المتحدين في رفاهية ومزاح ودائما في سرور وأفراح فليس فيهم قداح ولا مداح ولا نطاح ولا سداح ولا بواح ولا ذباح ولا صداح بل ترى فيهم لهم الجوع الشديد وأماتتهم خوفا آلات الحرب الفظيع فليس لهم عيد وليس لهم لبس جديد أيها الموحدون إن مما إنا من أهم ما جاءت به الرسل بعد الشريعة وبعد كلمة التوحيد هي جمع الكلمة ولم الشعب وتسوية الصفوف ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بقوله واعتصموا بحبل فهي للعين مبهرة وللقلب مفرحة وإنها تعين على الثبات وتجمع الشتات وتصلح ما فات لكن للأسف أيها الأحبة الكرام المتأمل في واقع أمتنا البعيد والمتأمل في واقع طبعا مثل ما شفتوا الان خلصنا صلاة العيد الان بنزور الاهل والاقارب الحين لحظة ايش اللي شايفه انا قدامي الان السيارة هذه كيف موقفة الحين يعني احنا المسلمين مش حنبطل العادات حقنا والتقاليد هذه لازم ندخل السيارة جنب شوفها هذا رصيف الان السيارة كيف هذا تعرف ايش وصل متأخر وصل قبل يعني ثاني دخل لونترينج لا حول قوة الا بالله شوفها شوف كيف موقف ال شوف كيف موقفها لكن يلا ربك يصلح الحال خلاص احنا الان نستودعكم الله يعني هذا مقطع حيكون قصير جدا يعني نوريكم كيف الصلاة وكيف اليوم طبعا يوم اول مرة تحصل منكم من 20 سنة ما صلينا في فسحة زي كذا never been before يعني دائما نصلي at least 20 years never been like we pray all in the same time يعني Usually like in the mosque doesn't fit that many people. What the biggest mosque, Al-Rahman Mosque in Granby, it's fit nearly 3,500. And we pray two, three, four times every Eid. And the Eid, we meant to be pray all of us in the same time. But because of the weather. Prayer starts at 7 o'clock in the morning. Yeah. And then they pray like three, four times. this time because the weather nice we pray all in the Sefton Park Alhamdulillah was really a great day now we'll start visiting our families dad mom aunties and uncles that's our traditional Eid time so I hope you like this video please subscribe the channel and click like And if you're not with me on the Facebook, just look for Nashwan Jaffa or Rahal channel Facebook page. And thank you very much for watching. Salam.